يعني ايه لبن العصفور؟ حاجه مستحيله. حاجه مش موجوده. حاجه مش موجوده. حاجه مش موجوده. ما اعرفش مثلا اكيد في لبن عصفور. العصفور بيرضع ام ماما صح؟ اكيد في. لا يا ابني صح؟ صح. طب تعرف هي جت ليه يعني الكلمة من ايه؟ ايه؟ طب ممكن تتحدث ولا ثانية واحدة؟ اكيد يعني اكيد هيرضع منين بقى؟ لا الكلمة نفسها جت منين؟ هي نص الإجابة صح لأن هو بس العصفور مش من السادية. اه صح. العصفور من الطيور. لا معرفش. انتم اكيد طريقة رضاعته مختلفة عن السادية. صح؟ هو الريبورت بقى لبن العصفور بس هو ده وقت الربو تعرف ايه لو العصفور مش عارفين ها اكيد لون ابيض طيب ثواني بس تعرف يعني ايه لبن العصفور تعرفوا يعني ايه لبن العصفور لبن العصفور انا بجد لو سمحت لبن العصفور لبن العصفور لبن العصفور اللي هم بيه معناه حاجه كويسه اقول لك لو عايز لبن العصفور لبن العصفور ما اعرفوش لو شفتوش قبل كده هو واحده يعني اقول لها طلباتك اللي هتطلبيه حتى لو عايزه لبن العصفور اجيبه زي مثلا موديك ورا الشمس كده فلبن العصفور ده حاجه ممكن تستخدمها لبن العصفور دي حاجه طب الشاطر كلمه شاطر حد عارف معناها شاطر يا ده الشاطر ده الشيطان لا شاطر دي يعني شاطر على حسب اسمي علي الشاعر مواليد 50 هي لي 63 سنه يعني نعرف نحسب بس يعني برضه هنسترجع تاني لمقبره الافيال اللي كنايه عن مقبره الكنوز اللي بيحلم بها عاده كل صائد خصوصا صائدي الحيوانات الانجليز والفرنسيين اللي غزوا افريقيا يعني فمن ضمن الكنوز برضو الواحد استفادها من معيشته في صور الإزبكية أن عرف معنى كلمة لبن العصفور هو ليس من رابع المستحيلات وبالمناسبة مفيش حاجة اسمها أربع مستحيلات المستحيلين اتنين بس مفيش حاجة اسمها أربعة ولا تلاتة لأن في شاعر على ما أذكر قال إيه إن اختبرت بين الزمان فلم أجد خلا وفيا للنوائب أصطفي فعلمت أن المستحيلة ثلاثة يبقى إذا كان في اثنين فعلمت أن المستحيلة ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوافي يبقى إذا ضمنيا كده أو اتفقنا دلوقتي أن الغول والعنقاء هم دول المستحيلين والثالث اللي هو الخل الوافي اللي هو ما لقوهوش تعرفنا يعني الغول والعنقاء الغول اللي هو حيوان بيتغاول بيتلون بأي وضع بأي شكل مرة امرأة مرة رجل مرة حيوان مرة باسم السعلاء يضحك عليك يناديك يوديك مكان خطر يقتلك مشابه والعنقاء اللي هو طائر العنقاء اللي هو ينفع الرخ وينفع العنقاء اللي هي بتصحي من النار وينفع العنقاء اللي هي بتشيل الصخرة كانت مذكورة في السندباد إن البيضة بتاعتها مثلا كلوا منها عدة أفراد وبتاعوا شالت الصخرة بتغرق السفينة فده كله من الخزعبلات أو الأساطير العربية الثالث الصديق المخلص الخل الوافي اللي هو حتى لما ربنا سبحانه وتعالى حب ينام على سيدنا ابراهيم قال له ابراهيم الخليل الخل الوافي بقى ده مشكله ما تلاقيش والرابع بقى اللي هو ايه ان مثلا فلان يطلع القمر برجله او ياجر عربيه ويطلع بقى ما اعرفش ايه او الاخوان يسيبوا الحكم بسهوله كده ده برده من رابع المسائل فعمليه ان ايه إن لبن العصفور هو حقيقه موجوده بس يا بتتم في وقت بسيط جدا 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 احنا نعرف ان الست لما بتلد بيطلع لها حاجه من هدايها يعني اسمها السرسوب بتحن كده وتلاقي التكوين الفسيولوجي بتاعها كله يتعدل كده على من ربنا سبحانه وتعالى برضه حمايه للجنين اللي محتاج للاكل فبينزل السرسوب فكذلك العصفوره لما بيفقس البيضه ويطلع راس ابنها من البيضه مش معقول هتاكله حبه قمح او حبه رز او حبه دنيبه او اي حاجه جايباها هتقف فزوره هيموت ده لسه ففي لعاب بيتكون في حلقها او ريق او بقايا طعام مطحون بس سلس جدا جدا سهل الهضم بتفتح فمها اسفل بق المنقار العصفور ده وتفتح المنقار بتاعها يدخل راسه جوه المنقار بتاعها ويبتدي ايه يبتدي يرضع او يمتص او يرتشف
ذلك الرحيق المسمى بلبن الايه العصفور اللي هو نادر جدا بس بيطلع امتى وقت فقس البيض بس يا ست ادينا عصفور